بعد كلام وورقة أو مداخلة الأستاذ محمود، ربما سأحاول يعني أختصر من الورقة المعدة، ويعني أشير إلى أن جميعكم عاصر ما بعد الميثاق، وأصبح الميثاق والدستور ومجموعة القوانين هي التي تنظم العمل السياسي في البحرين، زائداً المعاهدات الدولية وعلى الأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن نظام الحكم طبقاً إلى الميثاق وطبقاً للدستور نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب. ولكن أين نحن من هذا العنوان العريض الذي استبشرنا جميعاً وانفتحت الآمال والآفاق بعد 2001 للوصول للبحرين إلى مراحل متقدمة والتدرج والتدرج نحو إقامة نظام ديمقراطي عادل؟ رغم كل ملاحظات القوى السياسية أو الجمعيات على العمل السياسي بشكل عام وعلى الدستور وعلى القوانين وعلى طريقة يعني طريقة التشريع، رغم هذا المعارضة خاضت تجربة بآمال وآفاق واسعة إلى أن وصلنا إلى أحداث 2011، وربما تغير الوضع كثيرا، وأصبحنا أمام واقع سياسي مختلف كثيرا عن ما الفترة السابقة ما قبل 2011. فالمقارنة بين ما جاء في الميثاق والدستور وأيضا يعني توقيع البحرين على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المتعلقة به، ونلاحظ أن هناك يعني تباعد وبون كبير وشاسع بين الإطار النظري والإطار العملي اللي احنا وصلنا فيه. وبعد 2011 بعد جاءت تعديلات كثيرة على القوانين بحيث أن أدت إلى انتزاع روح النصوص اللي تحكم الواقع السياسي واللي في الشرعة الدولية منصوص عليه. ممكن هذا الوضع يعني ممكن أن نسجل عليه مجموعة من الملاحظات. فبعد 2011 تمت إعاقة العمل السياسي وخصوصا المعارض منه بسن تشريعات تحد من انطلاقته وحريته كما يفهم من نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لا توجد معارضة سياسية في مجلس النواب والشورى، تستطيع السلطة التنفيذية تمرير رؤاها للتشريعات على المجلسين في الواقع باستفادتها من نصوص دستورية والقوانين ومن طبيعة تشكيل المجلسين. تم تقويض حرية التجمهر والتجمعات التي بدأت بمنع التجمهر في العاصمة وتلتها نهاية 2014 انسادت كل مناطق البحرين. واضح أيضا استمرار الحل الأمني على حساب الحل السياسي الشامل أو الجامع. يلاحظ أيضا غياب الحوار بين الحكومة والمعارضة منذ نهاية 2013، الأمر الذي زاد من عملية الانسداد السياسي. يتم تطبيق قانون الجمعيات السياسية رغم الملاحظات عليه، يتم تطبيقه بانتقائية بشكل يحاصر العمل السياسي، وابتدأ الحقيقة في وقت سابق بسحب تراخيص النشرات الحزبية من بعض الجمعيات السياسية والإحجام عن دفع المخصصات المالية المقررة بموجب هذا القانون. صار مكتب الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل أو في وزارة العدل يقتصر
عمله على محاسبة الجمعيات السياسية المعارضة وعدم الاكتراث بما تواجه هذه الجمعيات من مصاعب وتهديدات، مثلا في حالات حرق والاعتداء على مقري وعد في المنامة ومحرق، وآخرها الاعتداء على سيارات ضيوف في وعد، وما شفنا في تحرك رسمي على الأقل التحقيق في هذه الواقعة. بدأ مسلسل إغلاق الجمعيات وحلها بعد 2000، بدءاً بجمعية العمل الإسلامي ثم الوفاق، جاء الحل بعد اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان، وأيضاً مؤخراً برفع وزارة العدل دعوة بحل وعد. هذا الأمر يزيد من ضبابية الموقف السياسي بالعكس، وأيضاً والإرباك السائد في معالجة هذا الوضع. زاد من الإرباك أيضاً الوضع المعاشي ناتج عن الأزمة الاقتصادية. بشكل عام أيضاً يزداد ضغط سياسي على الوضع العام في البلاد بسبب أزمة المنطقة والاحترابات الإقليمية وما نجم من اصطفافات وتجاذبات مذهبية وطائفية تهدد السلم الأهلي وتعالي التهديدات الإرهابية. يعني أصبحنا الآن يعني أصبحنا أمام مأزق. بعد مرور قرابة 17 عاماً من التصويت على الميثاق وما أثاره من أفراح وأمال، ثم تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى وضعية شبيهة بالوضعية السابقة على الميثاق، وكأن الخطاب السياسي أو كان الخطاب السياسي آنذاك يطلق عليها أننا أصبحنا في عنق الزجاجة، إذا تذكرون الندوات والوضع اللي كنا نقول دائماً الخروج من عنق الزجاجة. فإذا كان ما بنستخدم تعبير الأزمة السياسية والدستورية فنستطيع أن نقول نحن الآن في عنق الزجاجة من جديد. كيف المخرج؟ كيف؟ في مجموعة من المقترحات لحل الأزمة أو حل الخروج من عنق الزجاجة. الميثاق يعني يعد وثيقة سياسية مهمة توافق عليها البحرينيون بعد أن تم التصويت عليها في 2001، وبالتالي الآن في هذا الوضع من الضرورة استحضار نصوص الميثاق والمستقبل والآفاق الذي بشرنا بها ومحاولة تطبيقه بروح العصر وبروح الاستفادة من التجارب السابقة. المطلوب أن يحصل في البلاد مصالحة وطنية و الاتجاه نحو تحقيق العدالة الانتقالية، وهذا طريق سارت عليه العديد من الدول للخروج من الأزمات أو من معالجة الأزمات والخروج منها وتطوير البلاد بشكل عام. الخطاب السياسي في البحرين يجب بعد كل هذه الأحداث والتجاذبات وعلى الأقل منذ 2011 لا يمكن أن نعود ونتمتع بكون مجتمعنا مجتمع منسجم، وإلا بتحقيق على الأقل أن يبدأ الالتزام بخطاب سياسي عام يتصف بالتسامح وبالتعالي على الجراح من أجل الوصول إلى وضعية أفضل مما نعيشه الآن. وهذا يقتضي أيضا أن يتم لجم خطاب الكراهية الظاهر في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحافة. دأبت الحكومة على ربط المعارضة دائما بالخارج، وأن من يعارض أداء الحكومي لا بد وأن تلصق به تهمة الارتباط بالخارج أو العمالة للخارج إلى آخره. وهذه الحقيقة يعني جميعكم تعلمون بأن مثل هذا الرب مارس الاستعمار البريطاني ضد الهيئة، واتهمت الهيئة بالعمالة لمصر عبد الناصر، ثم اتهمت المعارضة آنذاك بالتعامل
تبعية للاتحاد السوفيتي أو لليمن الديمقراطي أو إلى آخره. هذه الوضعية كلها تستدعي، إذا أخذنا بالاعتبار هاي الملاحظات الأربع السابقة، تقتضي أن تبادر الحكومة إلى أن تحقق انفراج أمني وسياسي شبيه بما حصل في سنة 2001. من المتعين الآن على الحكومة بتقديري أن تبادر إلى إطلاق سراح معتقلي أو سجناء الرأي والضمير، وهذه أعتقد خطوة ممكن أن تشيع أجواء التسامح وإعادة اللحمة الوطنية وفتح أمال لتحقيق تطورات ديمقراطية حقيقية تعالج هموم هذا الوطن. المسألة الأساسية بتقديري لمعالجة هذه جميع هذه الملاحظات أن يكون هناك حوار بين المعارضة والحكومة. ويعني الحقيقة أن الحوار في لحظات معينة أو في يعني في سنوات كان يعطي نتائج جيدة، وأعتقد يعني الحوار سواء كان المباشر أو غير المباشر أو المرئي أو غير المرئي كان أعطى الوصول إلى مرحلة الميثاق ومرحلة الانفتاح والانفراج السياسي. وفي أعتقد في 2002 أو 2000 بعد صدور الدستور، ويعني صار بين الجمعيات السياسية المعارضة مع وزير العمل آنذاك، يعني كان ممكن يلطف هذا الحوار، يلطف شوية من الأجواء ويعني يدفع الأمور بالاتجاهات التصالحية، بالاتجاهات وليس بالاتجاهات المتوترة. هذا الحوار يقتضي أيضا أن يعني خف القبضة شوية، وأن تكون هناك إطلاق للحريات العامة بشكل عام، ومن بينها يعني إذا أخذنا في الاعتبار لجم خطاب الكراهية وفتح وسائل الإعلام المرئية وأيضا الصحافة بما يسمح للناس بالتعبير عن هواجسهم وعن كذا، ويسمح للمعارضة بالتعبير الحر الذي ممكن أن يؤدي إلى أن تهدأ الأمور في البلد، وإن شاء الله يعني نصل إلى أو هاي الملاحظات تصل إلى المسؤولين يعني شيء من النصيحة الذي يعني من جهة يهمها مصلحة البلد العليا ومصلحة شعب البحرين. شكرا لكم.